أكتر من 4 مليار بني آدم بيستخدموا جوجل يومياً، والسبب هو تجربة المستخدم. هتعلم إزاي نصمم تجربة مستخدم كاملة للموبايل أبليكيشن أو ويب سايت. يوزر إكسبيرينس هي تجربة المستخدم أثناء تفاعله مع أي منتج أو أي خدمة. إزاي نعمل ديزاين ويب فريمز، وإزاي نختار الستايل جايد بتاعنا. بعد كده هتعلم ازاي ناخد الواير فريمز والستايل جايد نبدا نحولهم ليو اي ديزاين. هتعلم كمان ايه هي التولز اللي ممكن تستخدمها علشان تعمل بروتوتايبنج للبرودكت بتاعك. نستعمل هنا مثلا اكتر فلات كلرز اكتر. هبدا بقى اعمل ريسايز بتاعه، مش اي حاجه خلاص، لا انا هبدا وانتهي عند الكونت بتاعتي. ازاي نصمم تجربه مستخدم كامله للموبايل ابلكيشن او ويب سايت. هتعلم ازاي تسلم الشغل بتاعنا دوت للديفلوبرز. في كورس اليو اي يو اكس هنتكلم عن ازاي تصمم منتج او خدمه ملايين الناس تحب تستخدمها. انا عمرو اسماعيل، فاوندر وسي او شركه بابل، وهكون معاكم في كورس اليو اي يو اكس على كارير 180.